السلام عليكم، ازيك سماره؟ عاملين ايه؟ طبعا حلوين، خلصنا جدول الضغط كله تمام. لازم قبل اي حاجه قبل ما نبتدي اكد عليكم على جدول الضغط ان احنا حافظينه كويس، خلاص؟ طيب تعالوا النهارده كده نشوف المراجعه بتاعتنا، عايزين نتدربوا كده ونفتكروا ازاي الضرب في 10 او في 100 او في 1000. تعالوا كده اهوت نشوفه. يلا انا عايزه اضرب 25 في 10. لما بلاقي ضرب كده هو في 10 الصفر على طول بطلعه بره، خلاص. وال 25 في 1، احنا قلنا الواحد في عمليه الضرب ايه؟ ضعيف، اللي قدامه هو بيكسبه، صح؟ يبقى 25 في 1 بكام؟ ب 25. يبقى الرقم ده كله كده نقراه، ها 250. جميل. يلا اللي بعديها نمشي واحده واحده. 2 في 5 بكام؟ شاطرين. 2 في 5 بكام؟ ب 10. طيب 10 في 3، احنا متفقين لما بلاقي في 10 ضرب في 10 عندي كام صفر؟ صفر واحد، بطلعه من هو الضرب. طيب والثلاثه هتكسب الواحد، 3 في 1 بكام؟ ب 3. شاطرين. طيب عندي هنا هو بيقول لي 140 في 10. طيب هي ناخده واحده واحده، انا عندي كام صفر هنا؟ انا عندي 1 2، عندي صفرين. يلا نزقهم نطلعهم بره اليساوي، مالهمش دعوه بالموضوع معانا دلوقتي، خلاص؟ طيب ال 14 في 1، ما الواحد هنا قلنا ضعيف، ال 14 ايه؟ هتكسبه، هي اللي تطلع تقعد بره. 14 في 1 بكام؟ 14. لو هنقرا الرقم ده كده مع بعضينا، يلا احنا كنا بنعده من ناحيه اليمين، 1 2 3 عملناهم في طبق، صح؟ والطبق التاني ده طبق ايه؟ طبق ال 1000. شاطرين. يلا نقرا كده، بنبص طبعا للطبق الكبير الاول. يلا 1400، تمام؟ يلا اللي بعده. 10 في كام؟ يديني 440. طيب تعالوا كده بنتفق على خطه حلوه. اول حاجه انا هضيع الصفر ده مع الصفر ده، تمام؟ اللي باقي لي هنا هو اللي كان ايه؟ اللي غلب الواحد، مش كده؟ يبقى 44، صح كده؟ نتأكد. ها 1 في 44 ب 44، وكان عندي صفر واحد هو اللي طلع بره. جميل. طيب أنا عايزة أضرب من هوت 10 في 3. طب أنا ينفع أضرب وأتعامل مع حروف؟ لا، أحولها لأرقام. 10 يعني كام؟ يعني 10 و10 يعني كام؟ يعني كام يا ميس؟ يعني 20، صح كده؟ طيب بقت 20 في 3، بسيطة زي ما احنا متفقين. الصفر بعمل فيه ايه؟ يلا زق زق وطلعه ايه؟ بره. واتنين في 3 بكام؟ شاطرين، بستة، يبقى 60. جميل؟ يلا اللي بعده، المرة دي انا هضرب في كام؟ في 100، يعني عندي كام صفر؟ كام صفر اللي هزقهم بره؟ صفرين. يلا حطيتهم بره، قاعد عندي مين؟ 9 و1. 9 في 1 بكام؟ ب9. احنا قلنا الواحد في عمليه الضرب ضعيف، اللي قدامه ايه؟ بيكسبه دايما. طيب 15 جنيها بتساوي كام قرش؟ طب تعالوا كده نفتكر مع بعضينا الاول، احنا كنا بنقولوا ايه؟ الجنيه بيساوي كام قرش؟ كام؟ شاطرين، 100 قرش، صح كده؟ طيب يبقى هو كان قصده هنا لما بيقول لي 15 جنيها، يعني شيلي كلمة جنيه وحطي بدلها اضربي في كام؟ في 100. شاطرين. طيب برضه هي نفس لعبتنا اللي بنلعبوها، عندي كام صفر ازقهم بره؟ ها صفرين، يلا طلعنا بيهم بره. ها مين اللي قاعد لي لسه؟ 15، 15 هتغلب الواحد، 15 في 1 بكام؟ ب 15. هنقرا الرقم ده كده، يبقى ايه؟ 1 2 3، ادي الطبق الاولاني، والطبق الكبير اللي هبص له الاول 1000، يبقى نقوله 1500. شاطرين. يلا اللي بعده. بيقول لي كام؟ لو انا ضربته في 1000 يديني 7000. تعالوا كده اهوت، تعالوا نشوفوا كده اهوت، ما احنا لو عندنا الثلاث اصفار دول انا كنت هزقهم بره. طب تعالوا كده شيلوهم مع الثلاثه اللي انا المفروض كنت اطلعهم، باقي عندي مين؟ 7. يبقى هي السبعه كانت اصلا موجوده هنا، عشان اقول له 7 في 1 ب7، والثلاث اصفار انا زقتهم بره. جميل. طب يلا اللي بعديها، 2 في كام؟ في 100 بيديني 1200. اقول له استناني كده واحده واحده، انا عندي صفرين جوه طلعوا صفرين بره، خلاص
انا فهمت دول كانوا موجودين وطلعوا ايه، لكن اللي لسه عايز اعرفه 2 في 1 ب2، لكن دي 12. لا استناني بقى كده هو 2 في كام يديني 12. شاطرين، في 6 يبقى 2 في 6 ب12، 12 في 1 ب12 كده تمام. خلاص يلا تاني. 40 في 70 عندنا كام صفر؟ 2. يلا ذكرهم طلعهم بره، بقوا صفرين بره. 4 في 7 بكام؟ 28. شاطرين، يبقى 2800. يلا اللي بعده، 35 متر فيهم كام سنتيمتر؟ نرجع نفتكر مع بعضينا، هو احنا كنا بنقول المتر فيه بيساوي كام سنتي؟ ايوه 100 سنتيمتر، مش كده؟ يبقى هو كان عن قصده اشيل كلمه متر وقال لي يعني معناها اضربي في 100، ما هو فهم ان انا شاطره خلاص برمي الاصفار بره واضرب عادي، فقال لي المره دي هجيبها لك مش في شكل 100 في شكل متر، بس انا عارفه ان المتر يعني 100، يعني هضرب هنا في 100 عشان احول لسنتيمتر. يلا الصفرين بتوعي هينزلوا، و35 في 1 بكام؟ 35. لو هنقرا الرقم ده هنلاقيه 3500، 3500. اللي بعد 500 في 3 مش ما فيهاش طنط، 500 في 3 نفس الشيء. يلا الصفرين بتوعي نزلوا، 5 في 3 بكام؟ ب15. 7 في كام؟ انا مش عارفاه، في 1000 يديني 42000. تعالى اتفقنا لما بيكون هنا رقم ناقص يلا الاصفار اللي على اليمين والشمال امشيهم مع بعض، هنا في 3 وهنا في 3 مشيتهم مع بعض، قاعد عندي كام باقي؟ 42. ابتدي ابص بقى، هي هنا 42 عشان يبقى الجنبين متساويين؟ لا ده هنا 7، طب 7 في كام يديني 42؟ شاطرين، في 6 صح كده؟ يلا اللي بعده، ها اتفقنا طالما في علامة يساوي عندي وفي رقم ناقص في جنب من الجنبين، طير عدد الأصفار اللي على اليمين قدهم على الشمال. طب أنا عندي هنا كام صفر؟ 1 2 3، وهنا 1 2 3، طيرت 3 يمين و3 شمال، باقي عندي مين؟ 3 في 4، 3 في 4 بكام؟ ب12، صح؟ ب12 في 1 ب12، خلاص كده؟ طيب نشوف نوع تاني من المسائل. بنقول البيولي ضع علامة أكبر من أصغر من أم يساوي، ماشي الكلام؟ يلا عشان نعمل العلامات بتاعتي لازم اتفقنا ايه؟ ابص على يميني اللي مش متظبط اظبطه، وابص على شمالي هو كمان اللي مش متظبط هظبطه عشان اقدر اقارن. طب ابص كده على يميني عندي 10 في 10 برضه نفس طريقتنا، عندي كام صفر؟ ادي 1 2، يلا نحطهم. 1 في 1 بكام؟ ب1، صح؟ نبص الناحية التانية، كان عندي أقواس، واحد واقف فاتح لي عضلات أهو، أدخل عليه هو الأول، دايماً اللي الأقواس دي هي اللي خلصها الأول، طالما واقف فارد لي عضلاته كده، يبقى 10 في 9، الصفر ينزل، 1 في 9 ب9، لسه ما خلصتش ده أنا هجمع عليها كمان 9، يلا 0 و9 هي 9، 9 ومفيش حاجة تنزل، بقينا 99، كده أقدر بقى أحط العلامة بتاعتي، 100 أكبر ولا 99؟ العلامة طماعة هتفتح بقها ناحية الكبير المية. طيب 30 10، أما نلاقي كلمة 10 كده على طول كنسلها وأحط إيه مكانها قدام الرقم 0، خلاص؟ العشرات بتحب دايما في جيبها تمشي ومعاها 0 و1 بس، فأنا الرقم بتاعي 30 بس كلمة 10 أشيلها وأحط 0 بدلها. طب تعالى نبص الجنب التاني، 3 مئات، اما الاقي كلمه مئات المئات بيبقى في جيبها دايما كام؟ دايما كام؟ كام صفر؟ صفرين، يبقى نشيل كلمه مئات واحط صفرين، بصوا كده اقدر اقارن بقى بين ارقام 300 و300 يبقوا ايه؟ يساوي. جميل؟ طيب في ديت، ها يلا حلها عادي عمليه ضرب عادي، عندي كام صفر؟ 1 2 3 4، يلا نطلعوها. ماشي؟ وخمسه في 1 ب5، الجنب ده بقى 50000. تعالوا نشوف الجنب ده، طب ما هو 50000، كلمة 1000 دي بشيلها وأحط بدلها كام صفر قدام الرقم؟ 3، يبقى 50000، يبقى الاتنين إيه؟ يساوي. برضه ديت، عندي كام صفر؟ 3، 1 2 3، 5 في 3 ب15، نبص الجنب التاني، التلات أصفار ينزلوا، 15 في 1 ب15، يبقى الاتنين 15000 يساوي.
طيب احنا لسه قايلين فوق 10 دي عشان اقارن اشيلها واحط ايه قدام الرقم؟ صفر، مش كده؟ تبقى 240. طب تعالوا نشوف الجنب التاني، حلها عادي عمليه ضرب، صفر وصفر دي صفرين نظروا، 6 في 4 ب 24. ها مين اكبر؟ ده 240 وده 2400، طبعا هو ده الاصغر. باي باي، سنة رابعة إن شاء الله نكمل المرة الجاية.